كما كتعرفوا مجموعة رحال مجموعة شركة وطنية. الوالد الله يرحمه دخل الميدان ديال الطبخ ديال تنظيم الحفلات تنظيم الملتقيات الدولية. كلو كريما فيها صالون بعد الحمد لله بيتوبي والحرفيين غير مفتوح للعامة. كما كتعرفوا فالحرفة ديالنا كل عام كل شهر كل عامين كاين انجازات كاين دي جينوفاسيون دي كرياسيون ديما كاين الجديد حيت حنا راه في الحرفه ديالنا راه ما يقولش شي واحد يا دي ليميت راه كل عام حنا كنشوفوا شي حوايج جداد لان علاش كل واحد فا فاسون كيفاش كيفكر بلي كو ديال لي ديفيرون شيف في العالم دونك كل واحد كيعطي من عنده وكل واحد كيحاول ياخذ من لهنا ويزيد من لهنا ويزيد دونك ديما ما عندكش واحد الحد في الحرفه ديالنا دونك ديجا المؤهلات الماتيريال التجهيزات اليوم كما كتعرفوا كنحاولوا نقلبوا على ليكونومي دونك نقتصدوا في الالكتريسيتي كنقلبوا على ليكولوجي الحاجه اللي تكون كيمكن تروسيكلا وتعاود نعاودوا نخدموا بها واللي ما غير ضاره بالمناخ دونك هادو هما الحاجه اللي مركزين عليها حنا في كريماي وفي نفس الوقت الناس اللي كيديروا الاكسبوزيشن كيحاولوا يديروا واحد لو شوكوكين واحد ديمونستراسيون علاش كيعطيوك اش يمكن لك تستعمل بالبرودوي ديالو دونك ملي كيوريك كديما شتي غير ملي كتدخل للمعرض ما يمكنش ما تخرجش بواحد 3 10 5 الافكار اللي تقدر تستثمرهم في العمل ديالك دونك ديما كاين الجديد والحمد لله في لامبليكاسيون النجاح ديال كريماي سي بلي زيكسبوزون لانه هو الي في بار دي بروفيسيونيل بور لي بروفيسيونيل لي زيكسبوزون va être à peu près 130 كتعرفي حنا toujours à la dernière minute on finalise on est à 130 on est à 30 sociétés étrangères neuf مسال كامل تونس فرنسا بلجيكا تركيا و لا شين دونك الحمد لله عندنا بعض العارضين كنربحوا بان احنا اليوم الحلواني ولا الطباخ ولا الخباز المغربي جاد في المستوى ديالو الى لاحظتوا اليوم فين ما مشيتو كاينه جوده عاليه لا في الحلويات لا في المطاعم علاش لان الحمد لله ولينا كنزيدوا من المعنويه ديال الشيف المغربي الشيف المغربي قبل كان ساد على راسه ما كيسوقش راسه ما كيقدرش يعبر حنا اليوم حاولنا نفتحوا له واحد المجال وحاولنا في كل سنه بحال دابا تقريبا جينا واحد 40 شيف اترونجي سي دي شيف ايطوالي سي دي شيف ميور اوفري دو فرانس دونك ملي بدات هاد التقارب وكيتلاقاو مع الناس ولات الخبره ديالهم كتزاد ولا هو عنده واحد الشغف باش يزيد اذا باش يشارك في اقصائيات وطنيه خاصو يشتغل من فوا كيربح كيعاود يشتغل في اقصائيات الوطنيه ومن بعد كيربح قاريه ومن بعد اذا المستوى ديالو كيطلع ولكن ماشي غير كيطلع هذاك اللي شارك كاع هذوك الناس اللي شاركوا مع علاش حيت هما عندهم واحد الطموح وتا هما بغاو يتسماو راه باغمي لي ميور شيف. Le thème c'est toujours, aujourd'hui le thème c'est l'énergie, c'est la formation continue dans le cadre de la politique de Sa Majesté, c'est la formation. Aujourd'hui il faut capitaliser sur l'humain, sur les ressources humaines, valoriser les ressources humaines et les promouvoir au national et international. Et alhamdoulilah, on peut voir qu'on a un très bon niveau. زعما عندنا واحد المستوى عالي حيت باش نشرح لك قبل الى كنتو كتلاحظوا كنا كنلقاو في الفنادق ولا في المطاعم في اللي كبار في المغرب كلشي عندهم دي شيف اكزيكوتيف اترونجي اليوم العدد قل اذا ما عندنا الكلمه ديالنا اليوم كتلقى دي شيف اكزيكوتيف في دي بالاس في اوروبا ولا في الشرق الاوسط ولا في اسيا ولا في امريكان ولا في المغاربه فين ما مشيتي راه في لاميريك لاتين راهم في المالديف الحمد لله معروفين حنا باننا حرفيين وعندنا واحد المهارات في الطبخ ولا في كاع الميادين ديال الطبخ بصفه عامه
دونك اليوم خاصنا نمشيو في ان تروك كي تري امبور بغي الخير لعباد الله. لان يعني حنا كل ما كنا الناس كنبغيو الخير لعباد الله حتى ربي ما يسهلش لينا بزاف الحوايج. الحمد لله اليوم حاول تعطي، حاول تبارطاجي، وحاول تنصح، وما عمرك ما تخاف، وما عمرك ما تخيب، لان علم حنا الحمد لله كاين بنادم ما كنخبيوش عليه. علاش علاش تخبي عليه؟ انا دابا في انترنت ما بقيتي لا كاع تخبي عليه، الانترنت فضحات. ولكن راه كاين بعض الناس اللي كيعطي واحد كيدير طاش وحده، حتى تفيدي اللي خرج عنده كيلقى كيدير طاش وحده بحال غيعاود الخدمه ديالو من الزيرو. حنا الحمد لله كيدخلوا كيدوزوا كاع لي بوست اللي غيدير لا فينوازري اللي غيدير لا باتيسيا وكيتورن. الحمد لله حنا اليوم حنا جيت فخورين علاه، حيت بنادم اللي كيخرج عندك ولا كيجيو قلال بعدا اللي كيمشيو من عندنا ولا كيجيو يديو، مي ملي كيمشي الاشياء اللي تخصو ولا العائليه ولا هذا راه كيتهاتفوا عليه باش ياخذوا. دونك حنا الحمد لله ملي كيخرج من عندك شي واحد من عند رحال الحمد لله راه سيت اون ايماج دو راه كيمشي بحال عطيتي ان ديبلوم ان ايطوالي ولا هذا. دونك الحمد لله اليوم حنا لو بارطاج ما كنبخلوش على عباد الله، وسانو في بليزير كتلاقى مع شي واحد ولا هذا في الخارج كيقول لك رانا كنت عندكم انا خدمت مع الوالد رانا هذا رانا هذا هذا، وحنا هذا بالعكس كيعاود يحمسنا باش نعاودو نعطيو ونزيدو.